إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. مازن، كيف يبدو المشهد عسكريا الآن في القنيطرة؟ نعم، مساء الخير. حقيقة لا زال التصعيد العسكري من قبل النظام متواصل على حي جوبر والجبهة الغربية للغوطة الشرقية، وذلك على امتداد المتحلق الجنوبي من جهة مدينة الزمالكة وحي جوبر، وحتى على جبهة عين درمة، يعني في محاولة من كتاب الأسد التقدم والسيطرة على حي جوبر من عدة محاور. فصباح اليوم تعرض هذه الجبهة لأكثر من 15 غارة جوية عنيفة، كما تم استهداف حي جوبر اليوم بالصاروخين أرض أرض، وذلك بالقرب من المتحلق الجنوبي. تلا ذلك قصف مدفعي وصاروخي عنيف ركزه جبل قاسيون واداره الدفاع الجوي، مع سقوط العديد من مجموعات الصواريخ المحموله بمظلات من الطائرات، مما ادى لسقوط شهيدين احدهم طفل. طبعا هذا كله بالتزامن مع اشتباكات على جميع جبهات الحي، وخاصه على جبهه المناشر وبالقرب من رحبه الدبابات والشركه الخماسيه، وايضا من جهه حاجز عرفه امتدادا للمتحلق الجنوبي، في محاوله من كتاب التقدم على عده جبهات. طبعا استطاع الثوار من التصدي لهذه الهجمه، وتم تكميل خسائر تكميد النظام اليوم خسائر بشريه واعتياديه كبيره، ومنعهم من التقدم باتجاه الحي. منذ قليل تعرض حي القابون لقصف بقذائف الهاون، وتم تسجيل بالفعل سقوط 3 قذائف على المنطقه، كما سقطت عده قذائف هاون على حاجز الكباس التابع للنظام والمتواجد فوق الجسر مباشره. وسمعنا سيارات الاسعاف منذ قليل تتوافد الى الحاجز وتنقل القتلى والجرحى هناك. ايضا سقطت قذيفه في بداية شارع الأمين بحي الشاغور، أسفرت عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات. هذا ما حصل في العاصمة. بالنسبة للغوطة الشرقية، يعني لا زالت بساتين المنيحة الشرقية والشرقية الشمالية تقصف بصواريخ الأرض أرض والطيران الحربي، مع اشتباكات متقطعة على الجبهات الشرقية الشمالية من جهة حديثة الجاش. في باقي مناطق الغوطة تعرضت عدة مدن وبلدات لغارات جوية ليلية مكثفة، وخاصة مدينة صقبة وكفر بطنة وبساتين المليحة وحديدة الجرش ودير العصافير، مما أدى لسقوط العديد من الجرحى، حالتين منهم خطرة. أيضا في القلمون فجر اليوم قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة جرود رأس المعرة وفليطة، كما تعرضت مدينة الزبداني أيضا فجر اليوم للقصف بالبراميل المتفجرة التي ألقاها طيران الأسد على الجبل الشرقي على أطراف المدينة. تقريبا هذا ملخص ما حصل حتى اللحظة إن كان في العاصمة أو الريف الدمشقي. طيب، إذا انتقلنا مازن إلى حي جوبر تحديدا، هل جميع الاشتباكات تحدث في مناطق يقطنها مدنيين؟ يعني بحي جوبر لا يوجد فيه مدنيين كثر، يعني هناك فقط عشرات العائلات متواجدة هناك، لكن لا يستطيعون، لذلك نحن ناشدنا بمحاولة إخراج هؤلاء المدنيين المحاصرين في حي جوبر. يعني حقيقة النظام يحاول اليوم مسح حي جوبر بالطيران والراجمات والمدفعية. كل يوم هناك ما لا يقل عن 20 غارة جوية وأكثر من 500 قذيفة وصاروخ تسقط على الحي، طبعا مع صمت دولي ولا يعاقب عليه القانون. بينما عندما سيدي الكريمة الثوار يقتلون الطيار، جميع المنظمات تتدخل وتقول إن الطيار هو من قتله إرهابي. طيب، ومن متقدم في هذه الاشتباكات وتحديدا في حي جوبر حتى الآن؟ يعني حتى اللحظة ومنذ 8 أيام لم يتقدم النظام ولا متر واحد. الثوار يحاولون التصدي لأي تقدم للنظام، والحمد لله إلى الآن النظام لم يتقدم باتجاه حي جوبر ولا متر واحد. نعم، كان معنا مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا لك.